البنات والولاد كداني لابس مزيان، نتمنى كامل تكونوا بصحة جيدة خارج المغرب وداخل المغرب وفين ما كنتو. البلاد البنات والولاد عزاز وغاليين، فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نبدا الفيديو نتمنى ديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه للحباب والعائلة. البنات والولاد هنا بغيت نوجد معكم واحد الحلوى، المهم حلوى كريمية، المهم اي واحد يقدر يصاوبها بسيطة، المهم في دارو. انا بغيت نفرح الوليدات عرفتي، ماشي زعما غادي نحتفل ولا شي حاجة ولا هذا، ولكن حلوى طبيعية. غادي شنو نحتاجو لهاد الحلوى عرفتي؟ والله العظيم الوليدات كتعجبهم، وكل مرة كنبغي نشاركها معكم وكنبغي نفرحهم. ولكن نتمنى تكملوا الفيديو تالتالي تبارطاجيوه للحباب والعائلة. وعرفتي سهله البنات، خدموها غير في بيوتكم، غير في المنزل ديالكم. هنا غادي نحتاجو واحد شويه اللوز، المهم باش كتجينا في هذيك التهرميشه، واحد شويه القرقع ولا المهم اي حاجه هكا مكسرات كما كانوا، قرقع ولا لوز ولا بيستاج ولا اي حاجه. وهنا غادي نحتاجو الدقيق، هو الاساس ضروري الدقيق البنات الممتاز. طبعا انتم تشوفوا مغربل مزيان، هنا 150 غرام ديال الدقيق، هنا واحد الكاس ما عمرش ديال السكر سنيده، هنا واحد الخمسه ديال البيضات، هنا واحد شويه البنات غير راس ديال المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه ديال الغاطو، واحد الفتيته ديال الملحه. هنا غادي نحتاجو هاد الكريمه كنضربها، انا كتعجبني هذه، كتطلع لي الكريمه بها كتجي زوينه. حنا عندنا هاد الاطار ولا هاد الدائره ولا هاد هذا كنرسم به باش كنجي نيشان، كتجيني داك الجينواز نيشان مقاد، المهم كل واحد كي كيسميه. وهنا واحد هاد الجيب، هاد الجيب الحيواني ولا جيب ليها الحلوه ولا اللي كنخدموا به الكريمه، المهم يكون عندكم باش تسهل عليكم الماموريه. كاين هذا ولا هذا، المهم اللي كان. هنا عندي الادوات باش كنخدم، عندي الموس باش نقطع، عندي هاد السباتي ولا ضروري باش نخدم بها، وهاد الكاغط البنات عرفتي حتى هو باش تحطوا عليه الحلوه ديالكم باش تجيكم سهله. المهم انا كنوري البنيتات المبتدئات وما تبارك الله كلشي كيعرف يصاوب الحلويات هكا الكريميين. عندي هنايا الكاغط ديال الزبده ولا كاغط كلاصي، وهاد الصني باش غادي نخدم فيه، هاد الصني كيسهل حتى هو عليا. وهنايا البنات غادي نوصيكم، هنا ضروري يكون عندكم هاد البوناشف ولا هاد السوبي، هاد الطاسه فاش غادي نصاوبو ناشفه ما يكونش فيها الماء ناشفه من الماء نهائيا، وعندكم هاد السباتي ولا المهم باش تخلطوا. وهنا البيض غادي نقول لكم على فكره ما خصوش يكون داخل الثلاجه، كيكون البيض البنات سخون باش كيطلع لكم هيطلع لكم هذاك الجينواز ديالكم وكيجيكم زوين. وهنا غادي نحتاجو التزيين، نسيت نقول لكم هنا غادي نحتاجو هذا ديال الحامض، المهم كيتباع عند مال الحلويات موجود، وهذا الكولي ولا المهم هذا الناباج، والمهم الناباج مهم ولا المهم انا هذا كنخلطو كنزين به. والتزيين كيبقى الاختياري كل واحد باش يزين اي حاجه عندكم. انا تقريبا كنبغي نزين غير بالحوايج اللي عندي في الدار واللي واجدين، المهم نبغي نفرحوا الوليدات وهذا ما كان. وهذا الشيء اللي كان، دابا غادي نبداو على بركه الله، وهانتوما معانا ومرحبا بالجميع البنات والولاد. هنا غادي نقول لكم على فكره، واخا يكون عندكم الطحين مغربي من قبل ضروري نعاودو نغربلوه. علاش كنعاودو نغربلوه؟ حيت المهم نغربلوه ضروري، ولكن انا مغربلوه دابا على فاني موجوده هنايا حدايا الصفايه ديال التغربيل. وهنا غادي نبداو على بركه الله، هانتوما معايا غادي نجيو هنايا غادي نحطو البنات عرفتي اولا البيض، بسم الله البيض عرفتي الا كان عندكم في الثلاجه ضروري تغسلوه بالماء السخون باش كيولي يشد داك السخونيه ديالو. هادو غادي نحيدوهم حيت غادي نحتاجوهم حتى التالي باش نبقاو نفرقو. هانتوما غادي نحاولو نهرسو البيض ديالنا كامل، نبغيو نفرحو الوليدات ونوجدو لهم هاديك الحليوات هما كتعجبهم. كي كندير خمسة د البيضات هانتوما تشوفو هنايا عرفتي كنحيدو هاد القشور عندنا ما نديرو بيهم. هنا غادي نجيبو هنايا هاد الضراب البنات ضروري، هذا ما قلتلكمش ضراب ديال الضو ولا الباتور ولا كل واحد كي كيسميه. حنا غادي ندير البريز، راه كلشي وجدتو حدايا باش ما بقاش عاد نطلعو ولا نبداو ولا نصدو راسنا. هنايا كنبداو بواحد الحراره صغيره هانتوما، هنا بسم الله على بركه الله، وكنبقاو البنات كنضربو. حنا كنضربو البيض وحنا كنكبو السكر سنيده. انا غادي نبدي معاكم بحال هكذا هانتوما، يتبعوا هذه الطريقه راه غادي ينجح معكم الجينواز ديالكم. غادي نطلع البنات الكريمه ديال البيض بحال هكذا ونرجع معكم، كنكبوا السكر سنيده غير شويه بشويه بشويه، وحنا كنضربوا وغادي نرجع معكم. وهانتوما معانا
البنات والولاد انتم تشوفوا دابا خلطت العجينه ديالنا ولا جينواز ولا كل واحد كي كيسميها، انتم تشوفوا ناجحه. هنا جبت هاد الكاب الزبده انايا، عرفتي من احسن البنات والولاد دهنوه شويه بالزيت ولا بالزبده، عرفتي باش ما يعذبكمش، باش يجيكم في الصني. هانتوما هنايا غادي نجيب العجينه ديالنا ونكبها على الطريقه، عرفتي نحاولوا نكبوها بواحد الطريقه متساويه باش ما يجيناش واحد جهه كبيره واحد جهه صغيره. غادي نكب العجينه كامله ونقادها ونرجع معاكم. وهانتوما معانا دروك البنات والولاد، هانتوما تشوفون طلقتها هنا في الصني مزيان، المهم تجيكم مقاده ومصاويه. هانتوما تشوفوا عرفتي دابا الفران راني شاعله هنايا ديالي، عندي انا فران ديال الغاز، المهم ما نبعدوش من حداها، غادي ندخلها للفران. وهانتوما معانا غادي نشارك معكم اي حاجه بالتفاصيل. وهانتوما معانا بنات الولاد، بعد ما حيدت الكاغط هانتوما عرفتي راه عرفتي تبارك الله ناجحه ورقيقه، عرفتي هانتوما تشوفوا تقلبوها فين ما بغيتوا. هنا غادي نجيب هذا الاطار ولا هذا اللي كنقادو به، انا هنايا غادي ندير على هذا الشكل بحال هكذا باش تجيني ثلاثه الطبقات. هنا غادي ندير العبار بحال هكذا، وغادي يبقى لي هنايا العبار الاخر، وهادو اللي بقاو لي هنايا كيعطيوني وحده، هادو اللي كيبقاو لي هنا في هذه الجهه شايطين كيعطيو لي واحد القطعه وحده اخرى قد هادو باش كيجيوني ثلاثه. انا هنايا غير هاد القطعه وحده كندير بها ثلاثه ديال الطبقات كتجي زوينه. المهم دابا غادي نقادو ونقطعها وغادي نرجع معاكم. البنات والولاد هانتوما تشوفوا هنايا عرفتي هاني قديتها هنايا، المهم هادي غادي تجيب في الوسط، المهم معليهاش هاد القطعات الصغار ها هما، هادي عرفتي غادي نجيبها لتحت. هانتوما تشوفوا كي دايره من هنا عرفتي، اللون ديالها غزال محمر. دابا غادي نحيد هاد الثوب وغادي نقادها، غادي نجيب الحوايج باش نقادها. وهانتوما معانا البنات والولاد، بعد ما هرمشت الكركاع واللوز، المهم دقدقوا غير هكا بشي حاجه، المهم كيجي بحال هكذا. انا غير باش نزين ولكم الاختيار. هنا قديت الجنواز ديالي، هنا انا ضروري كنخلي هذا باش كيجيني مزيان. هنا عندي واحد الكاس ديال الحليب ولا باش غادي نسقيه، المهم نتوما بغيتو ديروا السيرون ولا ديروه ماشي مشكل. انا عندي هذه غادي ندربها دابا، ولكن خصكم على ضروري تكون قبل بارده بزاف باش يطلع معكم باش يطلع لا كريم ديالكم. دابا غادي نكبوه هنايا، المهم عينكم ميزانكم راكم الاختيار شحال غادي ديرو على حسب الطرطه ديالكم. انا نقدر هنا ندير النص منها ولا الربع ولا هانتوما تشوفوا. غادي ندرب هذا الشيء ولا كان خصني ولا نقدر نزيد نعاود نزيد، ولكن دائما نوصيكم الثلاجه خصها دائما تكون بارده 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 باش تخدم معاكم. دابا هنايا غادي نبداو على بركه الله نضربوا الكريمه ديالنا على هذه الطريقه، منين غادي نطلعوا لا كريمه نرجع معاكم. وهانتوما معانا
البنات الاولاد بعد ما قديت لها المهم الوجه ديالها، انتم ما تشوفوا قديتها وصغبتها وملست لها الوجهه ديالها. دابا غادي ندخلوها للثلاجه. المهم الا كان عندكم الوقت ديروها غير في الثلاجه عاديه، تقدر تخليوها المهم تبات ولا ماشي مشكل، كتشد راسها مزيان باش كنحيدوا لها هاد الدائره. ولكن الا كان عندكم في الساعه زعما مزروبين ولا، تقدروا ديروها في الكونجيلاتور واحد جوج سوايع ولا ساعه ونص ولا ماشي مشكل، وديك الساعه وغادي نرجعوا نكملوا لها التزويقه ديالها ولا نقادوا لها، المهم نزينوها باش ما كان. وهانتوما معانا البنات الاولاد بعد ما خليتها عرفتي في الثلاجه بردات، المهم تخليوها المهم تتشد راسها شحال ما بغيتو. هنايا غادي نحيدوا لها هاد الدائره، هاد المربع ولا كل واحد كي كيسميه، المهم كيتحيد بسهوله. حنا بحيث راه كيكحز وكيكبر وكيصغر باش يجينا ساهل. هانتوما راه في الساعه كنحيدوه، ها هو، وكنرجعوا نقادوا الحليوه ديالنا. هانتوما حنا حيدناه هنايا عرفتي، ما نضيعوا حتى حاجه، لا بقات شي حاجه هنايا نعاودوا نقادوها بحال هكذا. دابا غادي نرجعوا نقادوا لها هاد الاطراف، الاطراف كاملين نقادوهم ونملسوها ونديكوروها. وهانتوما معانا البنات الاولاد بعد ما قديت لها هنايا كامل هاد الوجوه ديالها. هنايا عندي واحد شويه ديال اللوز والكركاع، المهم هنايا غادي نبقاو غاديين كنقادو غير بحال هكذا. المهم نعطيوها واحد المنظر هنايا في الجهه في الجوانب، وغادي نرجع معكم. وهانتوما معانا البنات الاولاد بعد ما قديت لها، المهم الزواق يقفلوا عليا صوبتها بحال هذه الطريقه. المهم مهم حلوه وصافي باش ناكلوها. وهذا ما كان هنا عندي هذاك الكلاص، هاني حميته هنا واحد شويه، ولكن نحاولوا نخليوها غير دافي، ما نديروش حامي بزاف بزاف. غادي نعطي له هنايا واحد اللون باش نحيدوا هاد البيوضيه كامله باش يعطينا انا واحد الديكور. هانتوما نهود هنايا غير بشويه ونقادو بحال هكذا. هذا ما كان، وهي الحلوه ديالنا واجده بالصحه والراحه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي خواتاتي، تحياتي لكم بنات الاولاد فين ما كنتوا عزاز وغاليين، خارج المغرب وداخل المغرب ان شاء الله يا ربي يلقاكم بصحه جيده وكل عام وانتم بخير. هذا المهم بعد ما كملنا الحلوه ديالنا، هذه هي الحلوه ديالنا، قبلوا عليها جات على الطريقه، ولكن المهم حلوه ديال الكريمه. وهذا ما كان، وبغينا نفرحوا الوليدات وناكلوها جميع بالصحه والراحه وبصحتكم نتوما، ونتمنى لكم كل عام وانتم بخير. دخل عليكم هذا العام ديال 2023 بالصحه وطول العمر باش تمنيتو يا ربي. شكرا لكم وتحياتي لكم. انا غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وتحياتي لكم عزاز وغالي.